الموضوع هو making offers. making يعني صناعة أو عمل العروض، يعني تقدم لشخص فد عرض معين. هذا الموضوع هو يعني كلش صغير. وذاكر طريقة واحدة اللي هي I'll bring، سوف أجلب معناها. ذاكر بس هاي الطريقة بهذا الموضوع. طبعا هو أيضا هذا موضوع باللغة الإنجليزية، موضوع كبير بباي تفاصيل، لكن هو ذاكر هذا الموضوع. ورح نكتفي أيضا بالأمثلة المطيها لكم بالكتاب. شوفوا بنهاية الوحدة أكو round up، الأشياء اللي أخذتوها بالوحدة. قايل مثلا، أعطيكم مثال، I have some CDs، أنا عندي مثلا CDs. I'll bring those، أنا جبت هاي لك. أوكي، فدا أسوي عرض إنه أنا عندي هواي CDs، هاك أخذ هاي CDs كأنه زايدة عندي. أوكي، ودا أعطيها إليه. زين، هاي وحدة. اثنين، أوكي، مثلا سمعت صديقتي تقول إنه تحب الزرع، فايش راح اقولها؟ I'll bring some plants، اني سوف اجلب مثلا بعض من الزرع. اوكي، مثلا اليوم احنا سوينا اشياء بالحديقه ونظفنا الحديقه، وجارتي هاي بالفعل صارت، تي قالت اني راح اجيب لك ورد حتى تحطيه بالحديقه. اوكي، فقالت I'll bring some plants، راح اجيب بعض النباتات او flowers، sub flowers، بعض من الزهور او الورد. فهاي الطريقه I will bring، سوف اجلب، هي هاي العرض. زين، I'll bring some clothes، راح اجيب بعض من الملابس. شوفوا هنا مو clothes، خطا. اوكي، كلوز يعني هاي التي اتش ما تلفظ، كانه دا اقول كلوز. اوكي، كلوز يعني معناته فعل. اوكي، بمعنى اغلق، نفس الشيء. اوكي، كلوز. او مرات اكو قسم يلفظوها كلش خفيفه، كلش خفيفه ما تحسون بها، فهنا التي اتش ما تلفظ. اوكي، كلوز. إذا هذا هو الموضوع اللي اسمه شلون أسوي عروض، اللي أريدكم تعرفوه إنه شلون يجي بالوزاري. بالوزاري يعطيكم خيارات، أوكي، أو يعطيكم جملة. مثلا أقول I need some plants، أنا أحتاج بعض من النباتات، فيقول سووا offer. شلون تسوون؟ راح أقول I will أو I'll bring، سوف أجلب مثلا سام، والأشياء اللي هو أصلا أنا محتاجتها. أوكي، مثلا ملابس محتاجة، محتاجة زرع، محتاجة ورد، محتاجة أشجار، محتاجة كتب، إلى آخره. بهاي الطريقة. إذن إلى هنا ينتهي الدرس اليوم. شكرا لكم، لا تنسون تشتركون بالقناة وتدوسون على لايك وتتركون تعليق، وشاركوا الفيديو مع أحبابكم. باي باي.